أعلن سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمياه والطاقة وتغير المناخ. المؤتمر سيقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خلال سبتمبر المقبل، وخلال ترأس الوزير بن دينا اجتماع اللجنة الاستشارية للمؤتمر بحضور عدد من الوزراء تم الإطلاع على آخر مستجدات وإجراءات تنظيم المؤتمر. وخلال الاجتماع قال سعادته إن هذه الفعالية تعتبر فرصة جيدة لمشاركة كبار المسؤولين من مختلف المجالات الصناعية والبيئية لمناقشة التحديات والفرص والاطلاع على أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة العالمية من أجل الاستثمار في استدامة المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية. ونوه الوزير بالتعاون القائم مع دول مجلس التعاون في تنظيم الفعاليات المتخصصة، ومن بينها المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي يعد انطلاقا للفعاليات المهمة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر جملة من الموضوعات الملحة ذات العلاقة بالسياسات التمكينية للإدارة المستدامة للمياه والطاقة في تغير المناخ.